توافد العديد من فئات المجتمع المختلفة على نقطة التبرع بالدم في حي المقطم، وذلك تلبية لدعوة القيادة السياسية والتحالف الوطني بجمع تبرعات الدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين. لم يجد المصريون أوفى من الدماء ليعبروا بها عن تواصلهم مع أشقائهم الفلسطينيين في محنتهم جراء هجمات الاحتلال الأخيرة، واحتشدوا صفوفا صغار وكبار تقديسا لعهد دم العروبة الواحد الذي سال ويسيل منذ النكبة دعما للقضية الفلسطينية ونصرة شعبها. النهاردة ان احنا بنلبي نداء تضامني للتحالف الوطني للجمعيات الاهلية للتبرع بالدم، واحنا في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اعضاء ونوابا متواجدين في كل نقاط التبرع للتبرع بدمائنا من اجل القضية الفلسطينية وكرسالة للتضامن ما بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. في اقبال كبير جدا ولسه موجودين على مدار اليوم ومنتظرين ان شاء الله اعداد اكبر من كده، وفي ناس كتير موجوده وابتدى التبرع وبنسب كبيره الناس مشاركه شباب وبنات. يجري في عروق مصريه وينتقل لعروق فلسطينيه في مشهد ليس بجديد، وجاء لتاكيد رفض العدوان الاسرائيلي، وبقاء القضيه الفلسطينيه هي قضيه العرب الاولى. هو انا جاي اتبرع على الدم عشان اخواننا في فلسطين وعشان الروح المعنويه ما بيننا وبينهم بعضينا. دي اقل حاجه ممكن ان انا اقدمها لاخواتنا واهلنا في فلسطين، واتمنى انه نقدر دايما زي ما كنا واقفين جنبهم وبنساعدهم وبنساندهم باقل الامكانيات واكتر الامكانيات اللي عندنا. النهارده اول ما عرفت ان في فرصه والمعبر اتفتح ما بيننا وبين اخواتنا في قطاع غزه، وان بقى في امكانيه ان احنا نساعدهم بدمنا واي حاجه اقدر اعملها، فكان لازم ان انا بعد الجمعه على طول اجي واحاول على قد ما اقدر ان انا اتبرع واقدم حاجه لاخواتنا في قطاع غزه المحتله. اجواء صادقه وقف خلفها جنود مجهوله باهداف معلومه ورسائل نبيله. مصر وفلسطين نسيج واحد وقلب واحد ودماء واحده، سالت هناك وتم تجديدها هنا. احمد بكير للتلفزيون المصري.